حجاج حمد رئيس عصبة سوسمة سبعة لبناء الجسم. اليوم كان لدينا يعني ما يسمى بالفرح. أنا العبارة هذه اضطريت أنني نقول الفرح. علاش؟ إنه دخلنا الساعة هذا الحمد لله على واحد مجموعة كبيرة من الشباب، واحد مجموعة كبيرة من الأطر، كذلك واحد مجموعة كبيرة من الأبطال ديالنا القدامى. وبالتالي اضطريت أنني نقول هذه العبارة ديال الفرح، اللي هي عبارة كاملة شاملة. نظمت اليوم يوم 9 مارس 2014 إقصائيات بطولة المغرب شبان وأساتذة لانتقاء منتخب جهوي للمشاركة في النهائيات، والتي سوف تقام بمدينة الصويرة يوم 15 مارس 2014. احنا الحمد لله داز النشاط في جو من التأخي، كان حضور لمشرف بالنسبة للجمهور، كذلك المشاركة كانت يعني مشاركة كبيرة، واللي استعصى الحكام أنهم فئة معينة يحددوا من الفائز. شكر خاص للإخوة أعضاء المكتب، كذلك شكر خاص للإخوان اللي نظموا مع عصبة بتنسيقين مع عصبة سوسمة الصدر علي بناء الجسم، وهم جمعيات ونوادي بن سرقاو، جمعية الوفاق بن سرقاو، جمعية الرياضة بن سرقاو، كذلك جمعية النصر بن سرقاو. هؤلاء قدموا يعني للرياضة وكذلك لهذا الحفل قدموا الكثير، مشكورين جزيل الشكر. كما أتمنى التوفيق لأبطالنا الدوليين، منهم البطل محمد إقلي البطل الدولي، كذلك استشرق ويزيان الفئة العمرية اللي كتنتمي للأساتذة، كذلك البطل العالمي أبو بكر بخيرة واللي تحفونا بعروض شيقة، كما لا ننسى البطل الملقب بكات كات اللي تحفنا صراحة بعروض شيقة وبعرض لا مثيل له، كما أنه نعتبره ملك الأوضاع على المستوى الوطني وكذلك جهة سوس بدون منازع. شكر جزيل للمنبر الرياضي على كل ما يقدمه لرياضة بناء الجسم وكذلك الرياضة الأخرى. نحن نتبع الموقع المنبر الرياضي يعني على جميع المستويات، ليس يعني حصريا رياضة بناء الجسم ولكن جميع الرياضات، وكنشيدوا وكنشدوا بحرارة على الإدارة المسؤولة على الموقع. مشكورين جزيل الشكر. نشكروا كذلك الحضور الكريم اللي جاء من قريب أو من بعيد. وأخيرا أختم بكلمة تهم الجميع، ألا وهي بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. في إطار تنفيذ البرنامج الرياضي للجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم، البرنامج السنوي ديالها أقيم بالمركب الرياضي الوفاق ببن سرقاو إقصائية بطولة المغرب شبان وأساتذة، التي في الحقيقة أقيمت في واحد الجو ممتاز جدا، أزيد من 500 من الحضور الكريم، أزيد من 140 مشارك بكل الألوان ديالو الأطياف ديالو بكل الأوزان. في الحقيقة هذه الرياضة اللي هي اللي كيقولوها لي فرونسي سيستم أن سبور نوبل، لأنها تحاول الجسد والجسد كيتواصل مع رياضة بناء الجسم. ومن هذا المنبر ننادي الشباب وكل طاقة الشباب باش يمارسوا هذه الرياضة ويحببوها في الوسط ديالهم، لأنها في الحقيقة هي تحاور الجسم فقط. وبهذه المناسبة كنوجه النداء ديالي للشباب ديال جهة سوسمة الصدرعة باش ينضموا بكثافة إلى الأندية ديالها ديالهم بمختلف مدن الجهة، باش هذه الرياضة يوصلها للمستوى يكون أرقى وأفضل. ومكتب ديال عصبة سوسمة الصدرعة حط بين الرهان ديالو والتحدي ديالو كبير، باش هذه الرياضة إن شاء الله تكون في مستوى مرموق ومتألق ومتميز. ومكتب العصبة ديال جهة سوسمة الصدرعة وصل الدروة ديالو في النشاطات اللي دار، وصل المستوى جد متقدم كما كان قبل، بحيث انه ربحنا واحد العدد ديال البطولات اللي في الحقيقه كتشرف جهة سوسمة الصدرعة. وبهذه المناسبه
كنقول للجميع من الاخوان ديالنا باش يعاودوا يجددوا الطاقه ديالهم ينخرطوا في الجمعيات الرياضيه ديال بناء الجسم، واقول لهم نتمنى لكم صحه جيده وتالق دائم ان شاء الله، والسلام عليكم. رشيد العزوزي مدير تقني ديال جمعيه الوفاق بن سرقاو لرياضه التايكوندو ورياضه الايروبيك، ومسؤول على المركب بجميع الانشطه ديالو. دونك وي شنو تقول لنا على التظاهره ديال اليوم؟ اولا كما سبق لي اشرت انني تفاجات بهذا الحضور تبارك الله ديال الابطال من جميع الفئات العمريه، والمستوى تبارك الله كان جد جد رائع من ناحيه الابطال ولا التنظيم جمهور تبارك الله، ما عندي ما نقول زعما داكشي تبارك الله رائع رائع جدا. نتمنى التوفيق لجميع الابطال المشاركين، ونتمنى لهم الحظ سعيد في نهايه البطوله اللي غادي تقام في الصويره ان شاء الله. الاسم ديالي الاخ الشرقاوي، كان مارس الرياضه في 1985 الى 30 سنه، وكان حتى الرتبه الثانيه في بطوله العرب فيها اساتذه الحمد لله، وكنشكروا هاد الشباب يكونوا حتى هما في المستوى ديالنا الحمد لله، ومازال الان كنمارسوا الرياضه من هنا السيمانه ان شاء الله نمشيو الى مدينه صويره فيها شبان واساتذه وليمستر ان شاء الله، وكنا نطلبوا من الاخوان حتى هما يجاهدوا ويكونوا معنا لانه وصلنا واحد الله تبارك الله. انا في العمر ديالي 57 سنه وكنمارس الان والرتبه الثانيه بطوله العرب بان مغربي وحدي، مشينا لمدينه اسفي تكلفت بان بوحدي ما كاينش الناس في المستوى ديالي، لان واحد الواحد اللي هو في العمر ديالو 57 عام ومازال كيمارس الرياضه الحمد لله والشكر لله. وسيدي اللهم بارك. اللهم بارك، وكنشكروا سيدنا محمد السادس الله يبارك في عمره في المجتمع كله، وكنشكروا الاخوان تاهما اللي كيساهموا معنا بحال الاخ احمد الحجاج والاخوان اللي هما معاه، كنشكرهم حتى هما جميعا الحمد لله. هذه مدينه اكادير كلها كنشكرها، والسلام عليكم.